السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز شيفت. إكمالا لأثر تريادة يا عزيزي المتابع لمومو، أبوسي. المهم يا عزيزي المتابع، في هذا المكان بالضبط، وفي هذا طبعا أنا جيت حصلت في جثث، حصلت في تسريب كهرباء، حصلت في قفل هنا كسرته وبدخل الآن أبشوف يا عزيزي المتابع شو يصير. طبعا أبعد عن الكهرباء، أخاف عليك يا عزيزي المتابع، أعوذ بالله. ليكون أطفيه من برا. في مفتاح؟ طيب كويس، صدفة. طيب وشو؟ تذكر يمين مرتين، يسار ثلاث، يمين رح يمين، بعدين ثلاث مرتين يسار، بعدين ثلاث مرات يمين. والله لويش بحفظها. هي هذا المشكلة. ليكون اطلع بساطني كهرب ارميه. بوم بوم، صوت الكهرب يكون من برا. دقيقة دقيقة، خلنا ناخذ هذا. دقيقة بس 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 بس، حلينا حلينا عزيزي المتابع قبل لا تدخل من هنا. نفصل خلاص، انتهى الكهرب كله عادي. اذا ما انتهى والله نكون كذا. بوم بوم، قم 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 يا قلبي انت، قم قم. الله يسعدك، قفلنا الكهرباء الآن. الغوص أكره شيء عندي هنا فار كراي، الغوص أحس إني ضيع. نطلع نطلع نطلع. في صوت تنبيه وفي باب يسار. هذا اللي معانا مفتاحه صح؟ How did anyone work around here with that? There has got to be a way to neutralize that poison. إيقاف ذاك السم، يعني شغلت المراوح بالسم؟ أي يوم شغلت المراوح طلع. كفو 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 كفو، يلا يلا نبي مصعد. طبعا ما في مصعد عزيزي المتابع، فايش الله يسعدك. لا 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 لا، شكلك أعطيتني عيني عزيزي المتابع بالمقطع السابق. شوف انزل كذا بعدين ناظر تحت والتو التو إلى ما توقفك يا طول الحبل. خلاص خلاص بتلات. هذا طايح على الرأس المسكين. طيب نجي هنا، وش المذبحة هذه؟ ما قرينا ورقة عشان كذا طلع. يلا عادي عادي. ممتاز. ميمو أبوسي، وهذا الكنز يا عزيزي المتابع، وهذا الحذاء عتاد القدم حق مومو أبوسي. هذا وشو يعني السكن هذا؟ تلبس وتوقع ما حد يدريبك ولا حد يشوفك ولا حد. والله اي اي، ايش فيه مومو أبوسو ولد يا اخ الفاضل؟ طيب يعني عشان اطلع؟ اي والله طلعنا. ممتاز يا مومو ابوسو، من هنا الطلوع يا عزيزي المتابع. هذا بالنسبة لأثر تريادة او حل لغز اثر تريادة. ابوسو ابوسو اسمه ابوسو ابوسو. بانتظار عزيزي المتابع حل ان شاء الله حصن اوكو او اثر ترياد اوكو.